القصف يخرج مستشفيات عن الخدمة بريف إدلب، فماذا بقي للمدنيين في المدينة؟ اجتماع وزاري خليجي بالرياض، فكيف ستتصدى الجهود الخليجية للتهديدات الإرهابية؟ واصطياد العقرب، عملية جديدة لتحرير الموصل القديمة، فهل ستنجح خطط الحصار في طرد داعش؟ مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم سجل الان، نقدمها لكم مباشره من دبي. وفي تقاريرنا الخاصه لهذا اليوم، اهالي درعا يتطوعون لتدعيم مواقع الثوار خلال المعارك من خلال ملء اكياس قماشيه بالتراب لاستعمالها متاريس في نقاط الاشتباك. وفي اطار متابعتنا المتواصله لجرائم داعش في مناطق احتلاله، نعرض شهادة إحدى الليبيات في مدينة سرت التي سطى مجرمو التنظيم على بيتها ونهبوا جميع ممتلكاتها. سيكون لنا أيضا رصد لبعض آراء المعلمين والمعلمات في باكستان حول استهداف الإرهاب للتعليم ووسائل مقاومته من خلال نشر الوعي بين أبناء المدينة والوقوف في وجه الطالبان. نبدأ استوديو الآن بموجز لأهم الأنباء، حيث اعتقلت الشرطة البريطانية شخصا كان يحمل سكاكين في منطقة ويستمنستر وسط العاصمة لندن، حيث أغلقت المنطقة والتي هي في محيط البرلمان ومقر الحكومة. وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الواقعة في طريق وايت هول، حيث توجد وزارات وسط لندن. وأيضا أغلقت الشرطة البوابات الرئيسية للبرلمان بعد الحادث، ولم يتم التبليغ عن وقوع أي إصابات في هذا الحادث. في برلين، أكدت الشرطة أن شخصا أصيب برصاص رجل أمن داخل أحد المستشفيات، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الشرطية أطلق النار على الرجل بعد أن حاول مهاجمته، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المستشفى في منطقة كرويتسبرغ في العاصمة الألمانية، ورفضت الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الحادث. تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من صد هجوم لقوات الأسد في الأحياء الشرقية من دمشق وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد بحسب ما أفاد ناشطون. والناشطون أضافوا بأن مدنيين قتلوا وأيضا جرح عدد آخر في قصف لقوات الأسد على أرياف حمص وإدلب ودمشق. في ريف حلب الجنوبي، استهدفت المقاتلات الروسية بالصواريخ الفراغية قريتي المربع وبرج عزاوي بريف حلب الجنوبي، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين بجروح وأضرار مادية في ممتلكات المدنيين. قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ربما تجد صعوبة في رفض طلب من الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية في سوريا إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء ضد بشار الأسد بسبب استخدام أسلحة كيماوية. هذا وأيدت بريطانيا رد الأمريكي على الهجوم الكيماوي، لكنها لم تشارك فيه بصورة مباشرة، غير أن جونسون لمح إلى أن حكومته ستدعم ترامب عسكريا إذا طلب منها ذلك في حال وقوع أي هجوم بالأسلحة الكيماوية مستقبلا. خفضت موسكو إلى النصف عدد طائراتها في قاعدة حميميم السورية في إطار حملة القصف التي تشنها دعما للأسد. ونقل بيان وزارة الدفاع عن القائد الأول سيرغي روتسكوي قوله إنه تم إعادة نحو نصف المجموعة الجوية المتمركزة في قاعدة حميميم إلى روسيا، موضحا أنه بين 22 نوفمبر العام الماضي وكانون 2 يناير من هذا العام نشرت روسيا حاملة طائرات لشن الغارات، وأن عدد الطائرات في قاعدة حميميم لم يتجاوز 35 طائرة. أعرب الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن أمله في إطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام بين أطراف النزاع في اليمن قبل شهر رمضان المقبل. وقال ولد الشيخ إن المفاوضات جارية لوقف الهجوم العسكري المحتمل على ميناء الحديدة على البحر الأحمر، معربا عن أمله في أن تكون الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار. قال قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ الأميرال هاري هاريس إن نظاما للدفاع الصاروخي
تنشئه الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية للتصدي لأي هجوم كوري شمالي سيبدأ تشغيله في الأيام المقبلة. كما عبر هاريس عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على التصدي لأي هجوم صاروخي من كوريا الشمالية على مجموعة قتالية مصاحبة لحاملة الطائرة الأمريكية. قدمت الحكومة البريطانية احتجاجا لشركة تويتر بشأن منع الحكومة من الاطلاع على بيانات المستخدمين وفقا لمتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. ونقلت صحيفة ذا تيليغراف البريطانية عن مصادر في قطاع تكنولوجيا المعلومات قولها إن تويتر ألغى إمكانية الاطلاع على المعلومات التي ساعدت أجهزة الشرطة والمخابرات على رصد المؤامرات ضمن جهود الشركة لوقف استعمال بيانات المستخدمين لأغراض المراقبة. قال مسؤول في جهاز خفر السواحل التركي إن باخرة شحن ترفع علم توغو اصطدمت بسفينة استطلاع روسية على مقربة من ساحل تركيا المطل على البحر الأسود. وأشار المصدر نفسه إلى أن فرق الطوارئ التركية نجحت في إنقاذ نحو 78 فردا من الطاقم، في حين قالت مصادر أخرى إن السفينة الحربية بدأت في الغرق. هذا وأرسلت تركيا حرس السواحل وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث على بعد 29 كيلومترا من قرية كيليوس على ساحل البحر الأسود إلى الشمال مباشرة من إسطنبول. معركة نزع الخناجر مستمرة في استئصال داعش بجنوب سوريا. التفاصيل بعد قليل مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل أخبار الآن أن طائرات روسية شنت منذ فجر اليوم غارات مكثفة توزعت على مناطق عدة خلفت مجازر بحق الأهالي بريف إدلب، وراح ضحيتها 53 مدنيا من بينهم أفراد من الفرق الطبية، فضلا عن توقف كل من مستشفى الجامع بالدير الشرقي ومنظومة شام الإسعافية قرب معرزيتا جنوبي إدلب عن الخدمة. وأفاد مراسل أخبار الآن بأن القوات الروسية نفذت غارات راح ضحيتها 7 أشخاص ببلدة مارشورين ومعرزيتا بريف إدلب. عبر الهاتف مباشرة ينضم لنا الدكتور حسن كردي رئيس قسم الجراحة بأحد المستشفيات بريف إدلب، معنا من إدلب مباشرة إدارة عبر الهاتف. دكتور مساء الخير. المستشفيات في إدلب أغلبها خارجة عن الخدمة، إذن هل لا تزال هناك أي مستشفيات ميدانية على الأقل قادرة على إسعاف المصابين إلى الآن، وطبيعة وضع المستشفيات في ريف إدلب بعد هذا القصف؟ السلام عليكم. أول شيء مساء الخير. بالنسبة لوضع المشاكل الوضع الميداني في إدلب أو المحرر بشكل عام، هناك تدريب منها في قتل الحياة في مناطق الخارجة عن سيطرة العصابة الأكاديمية النظامية. هناك قصف وحشي تتعرض له هذه المشاكل وهذه النقاط الميدانية وحتى مراكز الدفاع المدني. فخلال الشهر الماضي فقط أو الشهر الحالي شهر نيسان تم توثيق أكثر من 6 مسافي خرجت عن الخدمة. فنبدا اولا المشفى الوطني معروف النعمان تعرض لقصف تاريخ 2 نيسان وخرج عن خدمه، ومشفى الرحمي الجديد كان شكون ايضا تعرض لقصف تاريخ 4 نيسان بعد قصف كيماوي شديد تعرض له مدير كان شكون وكذلك تاريخ 19 نيسان. عندنا مستوصف قيش ايضا 87 نيسان خرج عن خدمه، مشفى شنان خرج عن خدمه وصح فيه اصابات وبالكادر وشهداء ايضا، مشفى عابلين. كما استكمل النظام الهجومي من اليوم القصف بقصف مشفى عويزي ومشفى الدير الشرقي، مشفى الجامعه الدير الشرقي يخرجوا عن الكبري داخل النقطه الطبيه في مدينه مزاره والنقطه الطبيه في معرزيتي يخرجها جميعا عن الكبري، اضافه الى قصف متكرر لمشاكل فرزيتي ومشاكل لطامي ومشاكل خان شكون. الوضع حاليا الطبي بمدينه ادلب او ريف ادلب بشكل خاص وضع سيء جدا، خروج معظم النقاط الطبيه ومراكز الدفاع المدني وسيارات الاسعاف عن الكبري، قصف متكرر، المصابون لا يوجد من يتأثرهم ولا يوجد نقاط طبيه قريبه، حتى شمال ادلب او مناطق محرره وضع سيء وضع طبيا. نجد المجتمع الدولي ضغط على هذا النظام الهجري، ضغط على النظام الروسي لانه معظم الضربات كانت من النظام الروسي. طيب
تفضل. بالنسبة يعني للوضع يعني من حيث الحاجيات التي تحتاجونها في ظل كل هذا بحسب الأولوية، يعني لو تحدثنا عن أبرز الحاجيات الطبية العاجلة التي تحتاجها المستشفيات في ظل عدد كبير من الجرحى، عدد كبير من المصابين في ظل هذا القصف. حاليا نحن بحاجه لاقصى كل الاحتياجات، يعني ما عندنا نطالب اجهزه رنين او اجهزه طبق محوري او اجهزه، نحن نطالب بسيارات اسعار بسيطه، نحن نطالب بنقاط طبيه بسيطه، نحن نطالب ولو حتى غرف عمليات اسعافيه، يعني غرفه عمليات تكون بسيطه متنقله، لانه معظم المشاكل حاليا صارت الطبي والاصابات بالعشرات والمئات، حتى اصابات الكادر الطبي، يعني نعم عدد من المشاكل، كما في شهداء من الكادر الطبي، وفي كفرزيتي وفي البطانية وفي البارة أحصل إصابات، وهذا يعرض نقص شديد في الكادر الطبي، يعني في اليد العاملة حتى، يعني مو مجرد الأجهزة غير موجودة في اليد العاملة حتى يوجد نقص شديد فيها. نعم تفضل. أشكرك على هذه المداخلة دكتور حسن كردي، رئيس قسم الجراحة بأحد المستشفيات بريف إدلب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. تدخل معركة نزع الخناجر في ريف درعا الغربي أسبوعها الثالث، خلال هذه المعركة تتقلص مساحات الأراضي التي يحتلها تنظيم داعش في حوض اليرموك شيئا فشيئا، إضافة إلى خسارته عددا كبيرا من مقاتليه وألياته العسكرية. آخر التطورات الميدانية والمواقع التي يتمركز فيها التنظيم يرصدها لنا الزميل عطاء الدباغ في سياق هذا التقرير. في 11 من شهر نيسان أبريل الجاري، أطلقت فصائل الجيش السوري الحر في ريف درعا الغربي معركة جديدة أسمتها نزع الخناجر، بغية تحرير المناطق التي يحتلها جيش خالد بن الوليد المنضم إلى تنظيم داعش. المواقع التي يتمركز فيها التنظيم تقع في الريف الغربي لمحافظة درعا، وتحديدا حوض اليرموك، بعدما شن هجوما مباغتا في شباط فبراير الماضي احتل من خلاله تلالا وبلدات جديدة أبرزها عدوان وسحم الجولان وتل الجموع ونافعة، فضلا عن زيزون وعابدين وبيت آرة وصولا إلى كوية على الحدود مع الأردن. وبحسب ما أفاد قادة ميدانيون لأخبار الآن، فإن الاشتباكات تدور في الوقت الحالي عند بلدة عين ذكر. ومنذ انطلاق هذه المعركة تمكنت فصائل الجبهة الجنوبية من تثبيت نقاطها في مدينتي نوى وطفس، وكبدت التنظيم خسائر فادحة في المقاتلين الذين لم يتبقى للتنظيم منهم سوى 800 مقاتل تقريبا، وعلى الأرض حيث قطعت طرق الإمداد عن التنظيم بعد انسحابه من منطقة حوش حماد التي تربط الجنوب بالشمال السوري. دلالات كثيرة تظهر انهيار التنظيم في هذه المعركة، كان أولها نشوب خلافات داخلية في التنظيم تمثلت في الاعتقالات التعسفية التي طالت أمراء بارزين ومؤسسين أمثال أبي عبيدة قحطان وشخصيات مقربة منه، واتهامهم باغتيال الأمير العام أبي هشام الأدلبي، فضلا عن تخلي التنظيم عن خطوط إمداده للجنوب السوري بعد انسحابه السريع من حوش حماد والباية، وأخيرا ازدياد وتيرة الانشقاقات في صفوف داعش وانخفاض عدد المنتسبين إليه. وللحديث أكثر عن هذه المعركة ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من درعا مراسل الأخبار الآن محمد الحراني. محمد، اشرح لنا أكثر ماذا يجري على الأرض في معركة نزع الخناجر، أين تقدم الجيش السوري الحر، وأيضا ما خسارات داعش في هذه المعركة، إليك. نعم خديجة، مساء الخير. كما ذكرت أن هناك فصائل الجبهة الجنوبية في منطقة حوض اليرموك بالتحديد، محيط تل عشترة ومنطقة جلين، وأيضا هناك معارك ضاربة بين فصائل الجبهة الجنوبية وتنظيم داعش المنتشر في منطقة حوض اليرموك، ولا سيما في منطقة عين ذكر وجلين وتل عشترة الاستراتيجي وأيضا تل الجموع. ما تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه الأيام وحتى هذه اللحظة بالتحديد. هناك تجهيزات جديدة للجبهة الجنوبية لاجتثاث التنظيم من تلك المنطقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي هنا خليل الشرف، القائد العسكري لتجمع برج الإسلام في فرقة الحاقة التابعة للجبهة الجنوبية. بداية أرحب بك سيد خليل، لو تطلعنا أكثر عن استراتيجية الجبهة الجنوبية اليوم في مواجهة تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، نحن حاليا بالجبهة الجنوبية نقوم بأعمال بقطع أوصال التنظيم من الجنوب إلى الشمال
بالسيطرة على المنطقة حوش حماد وبير قصب، وهناك فصائل من الجبهة الجنوبية تعمل في حماد الدمشقي بالتنسيق مع الجبهة الجنوبية كاملة. ونحن الآن هناك خطط للقضاء واجتثاث داعش في هذه المنطقة، في منطقة حوض اليرموك. اليوم داعش منحصر في منطقة حوض اليرموك، منطقة ضيقة، واتبع تنظيم مؤخرا سياسة عمليات الاغتيال عبر خلايا منتشرة في المناطق التي يسيطرون عليها. كيف تتعاملون مع مثل هذه الأمور، وما هي الإنجازات الأخرى لكم في مواجهة تنظيم داعش؟ نعم، هناك حالات اغتيال في هذه المنطقة عن طريق إغراء بعض المجموعات والخلايا النائمة في المناطق المحررة التابعة لسيطرة الجيش الحر والجبهة الجنوبية، بإغراهم بالأموال لاغتيال بعض القادات، ومنهم أبو قاسم مجاريش تم اغتياله بعبوة ناسفة، وقائد المحكمة الشرعية في حوران أسامة اليتيم، وبعض القيادات الإدارية في الإدارة المحلية، ومنهم قائد الإدارة يعقوب عمار. طيب، العودة إلى معركة نزع الخناجر في حوض اليرموك، إلى أين وصلتم؟ ما هي الأهداف التي تستهدفونها؟ ما هي خسارة التنظيم بالتحديد في ضمن هذه المعركة؟ التنظيم الآن هو ضعيف جدا، ونحن نقوم يعني حاليا هناك تجهيزات كاملة لاجتثاث هذا التنظيم. يعني هناك عمليات وخطط عسكرية نقوم بها في الوقت الحالي، ولكن هناك أمور سرية طبعا، هناك التكتيك العسكري لا يجب الإفصاح بها. شكرا لك سيد خليل. أعود لك خديجة. نعم، ما تزال المعارك مستمرة في منطقة حوض اليرموك ما بين فصائل الجبهة الجنوبية، هناك تكتيكات عسكرية لفصائل الجبهة الجنوبية ضد هذا التنظيم في محاولة من الجبهة الجنوبية لاجتثاث هذا التنظيم بشكل كامل. هناك بعض الفصائل تلقت دعم عسكري من قبل غرفة العمليات الدولية التي تدعم فصائل الجبهة الجنوبية لمواجهة هذا التنظيم أيضا، بالإضافة إلى دعم عسكري كبير للسيطرة على تل عشترة وأيضا عتل أجموع وإعادة السيطرة على عين ذكر لإعادة التنظيم إلى الزاوية التي يتواجد فيها في منطقة حوض اليرموك المتاخمة للمملكة الأردنية. نعم حمد، من المنطقة الغربية من محافظة درعم. شكرا لك. نعم، وشكرا لضيفك الكريم محمد الحراني مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الرقم الصناعي مباشرة من درعم. وفي ظل هذه المعارك العنيفة التي تشهدها مدينة درعا، يقوم الأهالي بحملة تطوعية لتدعيم سواتر الحماية، وذلك من خلال ملء أكياس من الرمل وتكديسها على خطوط دفاع الجيش السوري الحر لحماية الثوار من قوات النظام أثناء المعارك. هذه الحملة أطلقتها إحدى العشائر في درعا وانتشرت بين المدنيين ليشارك فيها الكثيرون من شباب المدينة. مراسل أخبار الآن براء عمر والتفاصيل. يبادر سكان مدينة درعا إلى مساعدة الثوار الذين يخوضون معركة الموت ولا المذلة في حي المنشية من خلال ملء أكياس قماشية بالتراب لاستعمالها متاريس في نقاط الاشتباك بهدف حماية الثوار من قذائف النظام وقناصته. طبعا بادرة تعبية الاكياس هي بادرة بلشت من عندنا من العشيرة، عشيرتنا عشيرة آل القطيفان، والحمد لله تمددت لكل بلد، وصارت عندنا اكثر من نقاط لتعبية الاكياس لمساعدة الشباب الثوار بالمشي بقطوعة، لانه الشباب الله يقويهم قاعدين بقطوعة فهم ما بيقدروا يوفقوا بين الرباط وبين تعبية الاكياس والتتشيم، فاحنا بنساعدهم كمدنية مشان نكون بأزرهم وحاسين فيهم، وهم عارفين انه لهم مراهم حاسين فيهم، فاحنا بنعبي الاكياس ونجهزها، وبيجوا الشباب هون بسيارات يشيلون لناك فبيخففوا جزء كبير من الحمل عليهم. لقيت المبادرة التطوعية صدى كبيرا في أحياء المدينة، حيث تعددت نقاط التعبئة وشملت معظم أجزاء خطوط الاشتباك في منطقة درعا البلد. وبالتنسيق مع فصائل الجيش الحر يقوم الثوار بنقل أكياس التراب بعد ملئها وإدخالها إلى نقاطهم لتبدأ بعدها مهمة التدشيم. نشكر الأهالي على تعبئة الشوالات وفضل يعني تعبئة الشوالات شغلة ضرورية لحماية الثوار والتدشيم، لأنه إحنا مش عم نقدر نفضى لحتى نعبي شوالات ورباط وليل ونهار. يجمع سكان محافظة درعا على أن معركة الموت ولا المذلة أعادت روح الثورة والتعاون بين المدنيين والثوار،
نحو هدف واحد ألا وهو تحرير الأرض السورية. براء عمر لأخبار الآن، درعا. فقراتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. استعدادات في اليمن لتحرير الحديدة. أهلا بكم من جديد. عقد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا مشتركا في مدينة الرياض يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية. وخلال الاجتماع أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف أن التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على الوحدة الوطنية، مشددا على أهمية الوحدة العربية التي تعلو على ما دونها من وحدة شخصية طائفية أو مذهبية. بينما دعا وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد النهيان إلى ضرورة مواجهة التهديدات السياسية والعسكرية والأمنية وتعميق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة. بدوره أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على ضرورة العمل لاجتثاث الفكر الإرهابي وبلورة الرؤى من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك. حول الموضوع عندما لنا مباشرة عبر الهاتف من الرياض الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. دكتور أهلا بك معنا. اجتماع وزاري خليجي بالرياض، تعاون واضح ما بين الدول الخليجية لمواجهة التحديات لعل أبرزها ملف الإرهاب، برأيك أو من خلال المعلومات التي لديك ما شكل هذا التعاون الذي يمكن أن يأخذه ملف محاربة الإرهاب تحديدا؟ من المؤكد أن اجتماع على هذا المستوى وزراء الداخلية والخارجية والدفاع لدول مجلس التعاون يشكل أهمية كبرى في مسيرة هذا التعاون وفي مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون التي أثبتت أنها أكثر البلدان استقرارا، أكثر البلدان مضي قدما في التنمية وإسعاد شعوبها، ولكن هناك من لا يريد لهذه المنطقة أن تبقى مستقرة ولا تبقى في خدمة شعوبها بما يسعدها وبما يزيد من رفاهها. ولذا هنا تكمن أهمية هذا الاجتماع المكون من القطاعات المعنية بحماية الأرض وبحماية الأمن وبحماية وأيضا بالعمل الدبلوماسي من خلال وزراء الخارجية الذين أثبتوا ممثلين لحكومات وحكام دول مجلس التعاون أمام العالم أنهم ضمانة الاستقرار أهم منطقة في العالم. نعم. وينظرون إلى التهديدات التي توجه إلى هذه المنطقة أنها تهديد لأمن واستقرار ليس فقط منطقتهم وبلدانهم إنما العالم كله. نعم. طيب التهديدات الإرهابية تهز العالم طبعا بأكمله كما ذكرت، والفترة الماضية حتى شاهدنا هجمات إرهابية مختلفة في مختلف دول العالم، في أوروبا، في بريطانيا، في دول أخرى أيضا. الدول الخليجية كيف تتعاون يعني للتصدي لهذه التهديدات، يعني من خلال ماذا، الخطوات ربما التي تتخذها كدول مجتمعة خليجيا لتتصدى لأي تهديدات وللإرهاب خاصة؟ لو لم تكن اليقظة لدى الأجهزة الأمنية والتكاتف المتكامل بين دول مجلس التعاون لما وفر الإرهاب وسيلة في التدخل وفي القيام بأعمال إرهابية في هذا المنطقة، وكم من المحاولات التي قامت بها فئات إرهابية في هذه المنطقة، ولكن التعاون المتكامل واليقظة المنقطعة النظير لرجال الأمن في دول مجلس التعاون أحبطت الكثير من المحاولات الإرهابية، لدرجة أن أصبح الإرهاب وكأنه في حالة أكبر تحدي له في المنطقة. ولكن أيضا بقدر ما هذه الدول تحمي نفسها من الإرهاب أيضا تمد يدها إلى كل بلدان العالم
من أجل محاربة الإرهاب الذي لا يوفر منطقة ولا يوفر قارة ولا بلد. ولذا أثبتت هذه الدول أنها ركيزة قوية من ركائز محاربة الإرهاب على مستوى بلدانها وعلى مستوى العالم كله. نعم. طيب عندما نتحدث عن تهديدات إرهابية نتحدث عن هجمات محتملة، عن تدخلات، عن ما إلى ذلك، ولكن أيضا لا يجب أن لا ننسى الفكر الإرهابي. الفكر الإرهابي كيف يجب محاربته؟ هل من خطوات عملية على الأرض لمحاربته؟ من أين يجب البدء لمحاربة الفكر الإرهابي؟ من المؤكد أيضا بأن دول مجلس التعاون لديها خطط راقية في محاربة الإرهاب فكريا، وفي محاربة أيضا من يدعم الإرهاب ومن يستعين بالإرهاب ومن يجعل للإرهاب وسيلة من أي وسيلة أي وسيلة. فهنا العمل محاربة الفكر الإرهابي أيضا متمثلا في محاربة الطائفية التي يحاول البعض أن يجعل منها قضية في دول منطقتنا. يأججون مشاعر الآخرين، الفئات، الأقليات الموجودة، وهي تحظى بكامل حقوقها في بلدانها. وهناك من يحاول أن يخلق من خلال فئات معينة ولاءات مذهبية لبلدان أخرى خارج المنطقة، ويستخدمون هذه الأقليات وكل أو بعض القليل من هذه الأقليات زعزعت الأمن والاستقرار في هذه الدول. ولكن حتى تلك الأقليات يعرفون تماما، عرفوا بالتجربة ومع الزمن، بأن الذين يحرضونهم أنهم لا يمكن أن يقبلوهم حتى في بلدانهم، ولا يقبلونهم إلا أن يكونوا أدوات تخريب وتدمير في بلدانهم. ولكن الدول الخليجية يقظت لكل هذا ووضعت لمحاربة الإرهاب كل الوسائل لمحاربته، سواء فكريا، تغذية مادية، محاولات لتفتيت وحدة البلدان المنطقة، مثل ما قال سمو الأمير محمد بن نايف في كلمته، يقول هناك من يحاول فعلا يعني العمل الدؤوب على الحفاظ على وحدة هذه الأرض. لا يغرنا أحد ولا يفرقنا أحد، لا من خلال مذهب ولا من خلال طائفة ولا من خلال عرف، عندما نحن صف واحد في الحفاظ على وحدة بلداننا وصف واحد في محاربة كل من يحاول أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. شكرا لك دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض. أكمل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن التجهيزات لإطلاق عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم السيل الجرار لاستعادة ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد عدن، فيما أعلنت الشرعية اليمنية استعداد ميناء عدن لاستقبال المواد الإغاثية كبديل للميناء في فترة المعركة. اكتمال التجهيزات لإطلاق عملية عسكرية واسعة بدعم دولي من واشنطن من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك لاستعادة ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء في البلاد. فيما أعلنت الشرعية اليمنية استعداد ميناء عدن لاستقبال المواد الإغاثية التي كانت تصل عبر ميناء الحديدة إلى حين يتم تأمين الميناء. مصادر عسكرية يمنية أعلنت قرب إطلاق العملية العسكرية الواسعة التي أطلق عليها التحالف العربي اسم السيل الجرار، والتي تهدف إلى تحرير الميناء على الخصوص وإقليم تهامة على العموم. كما أكدت المصادر أن التحالف العربي والحكومة الشرعية قرر بدء عملية السيل الجرار بتجهيز 100,000 جندي لانتزاع الحديدة من قبضة الإنقلابيين المدعومين من إيران، وذلك في 3 محاور: جوية وبرية وبحرية. وقال مسؤولون حكوميون في عدن أن المجتمع الدولي يريد رفع الحصار والمجاعة عن سكان تهامة، الأمر الذي وفر دعما كبيرا لعملية تحرير الحديدة من قبضة المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح. طائرات التحالف العربي هي الأخرى نفذت غارات عدة استهدفت بها تعزيزات عسكرية جديدة للمتمردين في المنطقة، بالإضافة إلى شن حملة تمشيط واسعة في مواقع تابعة للميليشيات في المناطق الساحلية. وغير بعيد من ذلك، اقتحمت قوات من الجيش الوطني معسكر خالد في منطقة موزة غرب محافظة تعز إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الإنقلابيين. ما
مصادر عسكرية يمنية أكدت أن المعسكر بات مكشوفا من الجهة الغربية وفي مرمى نيران قوات الجيش بعد تأمينها لمنطقة الثوباني، مشيرا إلى سقوط 10 قتلى من عناصر الميليشيات في مواجهات مع الجيش خلال زحف نفذه باتجاه المعسكر. وأشارت المصادر إلى تمكن الجيش من السيطرة على مواقع للميليشيات بالقرب من المنطقة، مفيدا بأن الموقع كانت تتمركز فيه كتيبة صواريخ تابعة لمعسكر خالد. فقرة استوديو الآن مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. المخدرات مصدر تمويل جديد لداعش. أهلا بكم من جديد. اعتمدت القوات العراقية خطط اصطياد العقرب لتحرير ما تبقى من المدينة القديمة في الموصل، فيما أوضح قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي أن قواته تعتمد خطط الحصار والتطويق لدفع أفراد تنظيم داعش للخروج من الموصل القديمة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. خطة اصطياد العقرب خطة اعتمدتها القوات العراقية لتحرير الجزء القديم من مدينة الموصل من احتلال داعش، يقوم أساسها على إجبار مقاتلي التنظيم على الخروج من مخابئهم، حيث أن معظم المنازل في الموصل القديمة عتيقة جدا والشوارع والأزقة هناك ضيقة بشكل لا يسمح للقوات العراقية بالاشتباك مع أفراد التنظيم في المواقع التي يحتجز فيها مدنيين ويتخذونهم دروعا بشرية. خسر تنظيم داعش 5 قرى في أول جولة لعمليات تحرير قضاء الحضر جنوب الموصل، ما اضطر مقاتليه إلى الانسحاب إلى عمق البلدة باتجاه مركز القضاء بعد تقدم القوات باتجاههم، ما أتاح فتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين هناك. بموازاة ذلك تدور مواجهات متقطعة بين القوات العراقية ومسلحي داعش على عدة محاور في الموصل القديمة وأحياء أخرى غرب الموصل، واشتبكت قوات مكافحة الإرهاب مع وحدات داعش على الأطراف الغربية لحي الزنجلي شمال المدينة القديمة في الساحل الأيمن من الموصل، كما أن القوات الاتحادية تتقدم بإسناد جوي وتحاصر جامع النور من كافة الجهات استعدادا لاقتحامه والقضاء على الانتحاريين المتمركزين داخله، مع الحفاظ على سلامة منارة الحدباء وحمايتها من أي أضرار قد تطالها نتيجة الاشتباكات. أما على الصعيد الإنساني فقد بلغت أعداد النازحين من الجانب الأيمن للموصل 400,000 نازح، تمت إعادة 130,000 منهم إلى مناطقهم المحررة في ساحل الموصل الأيسر ومناطق جنوب نينوى، حيث تم إسكان الأسر النازحة من أيمن الموصل في مخيمات الإيواء في الجدعة ومدرج المطار والحاج علي التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل إلى جانب مخيمات الخازر وحسن شام. حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من الموصل الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب. سعادة الفريق مساء الخير، أهلا بك معنا. العمليات على الأرض في الموصل القديمة إلى أين وصلت الآن؟ أيضا لو تحدثنا أكثر عن هذه الخطة التي وضعتموها وهي خطة اصطياد العقرب، في ماذا تتمثل بالتحديد على الأرض وإلى أين وصلت، ماذا حققت خلال هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع الكادر. الموقف لحد هذه اللحظة الخطة تجري وفق ما مخطط لها، بعد أن أنجزنا مهمة عصية وصعبة وهي احتلال أو تطهير حي التمك، هذا الحي المترامي الأطراف والمتشعب في سكانه وفي بناياته وفي أزقته وشوارعه الضيقة، أصبحت الأمور أكثر انفتاحا باتجاه الأهداف شمالا والشمال الشرقي. الخطة تنفذ على مراحل، والسبب في هذه المراحل هو الحفاظ على السكان المدنيين الذين يتواجدون بكثافة عالية في هذه المناطق الشعبية، وكذلك يعني عدم تعرض أبنيتهم وممتلكاتهم إلى الأذى، وهذا توجيه
من السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم. طيب أفراد داعش، يعني نعلم بأنه المنطقة في الموصل القديمة هي عبارة عن شوارع وأزقة ربما ضيقة، والمساكن هناك ليست بمساكن قوية، وأيضا يستخدمون هذه المساكن، يستخدمون المدنيين كدروع بشرية. مع التقدم الذي تحققونه على الأرض، يعني هل تم تسجيل ربما أي تراجع لأفراد داعش، أو يعني ما التخبطات الأخيرة لهم في هذه العمليات؟ هم يتخبطون ونحن نخطط بدقة ويعني بشكل يضمن نجاح الخطة ويضمن السلام على أهلنا وناسنا في داخل المدينة القديمة. لدينا أساليب، داعش تلونت بأساليبه، ونحن نجدد أساليبنا في القتال في الأحياء المختلفة أو المتتالية، وكل حي يختلف عن الحي في أسلوب القتال اللي تضع قواتنا. على العموم الموقف إن شاء الله جيد، وأيام قليلة إن شاء الله سوف يعلن عن التغيير الجغرافي لتواجد داعش ووجوده إن شاء الله. طيب ماذا بالنسبة للصعيد الإنساني؟ هل تأخذون بعين الاعتبار حماية المدنيين، وأيضا ماذا بالنسبة للنازحين الذين ينزحون من الجانب الأيمن؟ الجانب الإنساني أخذ من عندنا مأخذ كثير، وهذا مثل ما قلت هو توجيه، إضافة لأن هذول أهلنا وعوائلنا، ولذلك حساباتنا تكون دقيقة في هذا الجانب. وأؤكد أنه لحد الوقت أنه لم يصب أي من المدنيين بأذى نيران صديقة إن شاء الله. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الفريق الركن عبد الغني الأسدي، قائد قوة جهاز مكافحة الإرهاب، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الموصل. أصبحت تجارة المخدرات التي يقوم بها داعش بين العراق وسوريا بعد خسارته مصادر تمويله من النفط في محافظة نينوى وفي مناطق أخرى أصبحت أهم مصدر لتمويل التنظيم المتطرف. وكشفت وسائل إعلامية تفاصيل جديدة عن تجارة داعش في المخدرات في العراق، مشيرة إلى أن الأنبار تعد المركز الأهم لإدارة هذه التجارة. بعد خسارته مصادر تمويله من النفط في محافظة نينوى ومناطق أخرى، كشف مسؤول استخباراتي رفيع معلومات عن تجارة المخدرات التي يقوم بها داعش بين العراق وسوريا. وأكد المسؤول بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن تجارة المخدرات أصبحت المصدر الأساسي لتمويل داعش، وأن محافظة الأنبار تعد المركز الأهم لإدارة هذه التجارة عبر تاجر معروف في المحافظة يفضل أن يطلق عليه تسمية بابلو إسكوبار العراق، في إشارة إلى تاجر المخدرات الكولومبي الشهير. وأكد خبراء بالجماعات المتشددة كلام المصدر الاستخباراتي بشأن تجارة داعش في المخدرات وقيام التنظيم بزراعة القنب الهندي في مناطق مختلفة من العراق، مثل مناطق البوركيبة شمال بغداد والشاخات في اللطيفية جنوب بغداد والعويسات الواقعة بين محافظتي الأنبار وبابل وقضاء تلعفر الذي يحتله التنظيم حتى الآن، كذلك قرية الصكار في البعاج بمحافظة نينوى، وفي شمال شرقي محافظة ديالى، وفي منطقة حوض حمرين. أما الخط الثاني الذي يديره تنظيم داعش ويتحاشى التعارض مع خطوط القاعدة ولا يرغب في الدخول في حرب معها، فيسير من العراق إلى سوريا ثم إلى تركيا وأوروبا. كما يؤكد وجود خط آخر عكسي للتهريب ينطلق من الرمادي باتجاه منطقة القائم التي يحتلها التنظيم. ويرى خبراء أن الانتقال السهل لتجارة المخدرات ومهربيها بين المناطق التي يحتلها داعش في سوريا والعراق يؤكد سيطرة التنظيم على تلك التجارة. وبحسب قول المصدر، فإن المخدرات تدخل العراق عبر الحدود العراقية السورية من خلال منطقة القائم، وهي منطقة كانت ولا تزال تحت احتلال داعش، ومن القائم تسير عبر طرق ترابية وصحراوية تعبر صحراء الأنبار لتصل إلى قضاء النخيب في كربلاء، فتتم عملية التدوير والانطلاق هناك.
اعتمد تنظيم داعش إبان احتلاله لمدينة سرت الليبية على غرباء ومجرمين عمدوا إلى قمع سكان سرت وسرقة ممتلكاتهم وتدميرها، ومنحوا المنازل المسروقة للمقاتلين الأجانب ولغير الليبيين. مسنة ليبية تدعى سدينة تروي لأخبار الآن كيف سطى هؤلاء المجرمون على بيتها ونهبوه. وبعد جينا قالوا لنا راحوا في جتت وفي عفن، شو قلنا من عدو نتوقوا حوشاتنا ودبشاتنا، كان لقينا شيء، شو ما لقينا شيء، لقينا الدنيا ما مدمرة خلاص، عقينا حتى حاجة، في بطاطين وتلفزيونات وغسلات ثلاجات، لقينا واخدين نأكل وانكسرات منك شيء. الخالة سدينة وفي بيتها الذي يقع بإحدى الأحياء السكنية في مدينة سرت تأتي كل يوم وتبحث من بين الركام عما يصلح من أغراض البيت بعد أن وجدت كل شيء وقد تحول إلى ركام وحطام، تروي لنا بحزن ولوعة الفراق عما يمكن أن تفعله أمام كل هذا الدمار الذي تسبب به داعش عندما اتخذ من الحي السكني الذي يقع فيه بيتها كملاذ يتحصن به من الضربات الجوية أثناء الحرب عليه خلال الأشهر الماضية. تو جينا ندور في حواجات، كل مرة نلقى حاجة، مرة نلقى حاجة. أنت كل يوم تجي للبيت نجي ندور أنا والبنية هذه، ندور أنا وياها نجي شوي ونروح. أيوة. وكل مرة موجودة عند أقاربك؟ عند أقاربي ندور ندور أنا وين. الكيري غالي ب500 يا ولاد، ما لقيناش حوش قاعدين ندور. إنها إحدى القصص الأليمة عن احتلال أسود أطل برأسه على كل شيء في هذه المدينة التي يأمل سكانها في نسيان مشاهد أليمة وذكريات بائسة تركها تنظيم إرهابي لم يعترف بأي شيء له صلة بالإنسان. لإخبار الآن محمد عقوب، سرت. لا طالما كانت الجماعات الإرهابية تفرض أساليب الترهيب من خلال تفجير المدارس في المناطق التي تحتلها لمنع التعليم وخاصة تعليم الفتيات. كاميرا أخبار الآن ذهبت إلى إحدى المدارس في إسلام أباد ورصدت بعضا من آراء المعلمين والمعلمات الذين شددوا على أهمية تعليم الفتيات في باكستان كوسيلة لمقاومة الإرهاب ونشر الوعي بين أبناء المدينة والوقوف في وجه طالبه. من الواضح أن طالبان ضد تعليم المرأة، أطفالنا في البيوت بدون تعليم لأن أمهاتهم يخشين على حياتهم، حيث يتساءلن ما الذي يمكن أن يحدث لهم عند ذهابهم إلى المدرسة. لكن يجب علينا التخلص من هذا الخوف، على الأمهات إرسال أبنائهن إلى المدارس، علينا أن نتحدى الأعداء، يجب أن نقف صفا واحدا ضد الإرهابيين الذين يدمرون مستقبل أطفالنا. طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى تمثل أكبر خطر حقيقي يواجه نظام التعليم في باكستان، ولا تستهدف المدارس فحسب بل المساجد وأماكن العبادة لم تسلم من هجماتها الإرهابية، مما يشكك بعلاقة طالبان مع الإسلام. ولهذا السبب نربي أبناءنا أن عناصر طالبان ليسوا مسلمين بالفعل، ونعلمهم أن لا يتركوا المدارس خوفا من طالبان وأمثالهم من العصابات الإجرامية الأخرى. ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آکے آگے جا کے وہ طالبان نہیں ہوں گے بلکہ بیسٹ. نحن لسنا هنا من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال فقط، بل أتمنى أيضا أن لا يكون أبناء مسلحي طالبان مثل آبائهم، ونسعى أن يساهموا من أجل بناء مستقبلهم ونهضة بلادهم. الفرق بيننا وبين مسلحي طالبان هو التعليم فقط، حينما يتعلم المرء يفهم ما له وما عليه، أما هم معظمهم أميون ولا يكتبون ولا يقرؤون، وتلك هي الشريحة من طالبان التي تقود هجمات إرهابية ضد المدارس والطلبة. تواجه الفتيات في باكستان مشكلة كبيرة من أجل الحصول على حقهم التعليمي، وذلك بسبب منع المتطرفين البنات الذهاب إلى المدارس عن طريق مضايقتهم واستهدافهم. لكن أود أن أقول لطالبان ولكل إرهابي يسمعني، نحن لا نخشى منكم، تريدون تثبيط المسلمات،
أنتم لا تمثلون الإسلام بل تسيئون للمسلمين باسم الإسلام. رسالتي إليكم، سأتعلم وسأحاربكم عن طريق التعليم. ينتابني الخوف والهلع حين أشاهد في التلفاز أخبار الإرهاب وعمليات الخطف والتفجير التي تحدث في بعض مناطق باكستان، وأشعر بارتياح حين أتذكر أن بإمكانني الذهاب إلى المدرسة غدا لأتعلم. بالرغم من أني أحلم دائما أن أكون امرأة عظيمة، لكن ينتابني الخوف في كثير من الأحيان. أباؤنا يخشون على حياتنا، لكنهم أيضا قلقون كيف سيكون مستقبلنا بلا تعليم، ولهذا السبب أنا هنا لأتعلم وأكون إنسانا محترما. فقراتنا مستمرة مشاهدين فيها بعد قليل. مليارات البشر يشربون مياها ملوثة بأسلحة نووية. أهلا بكم من جديد. ينجم عن انفجار سلاح نووي انبعاث مزيج من القوة الحرارية والموجات الارتجاجية والإشعاع، وهذه القوة قادرة على قتل وإصابة أعداد غفيرة من الناس وإحداث آثار شديدة في البيئة. تدخل الأشعة النووية إلى الجسم عبر التنفس أو البشرة، وقد تصيب الإنسان بسرطان الغدة الدرقية والأورام وسرطان الدم وأمراض العيون والاضطرابات النفسية وغيرها من الأمراض الخطيرة. وإذا تعرض الجسم إلى كميات كبيرة من هذه الأشعة ونالته جرعة كبيرة منها، فقد يموت خلال ساعات أو أيام قليلة. ولكن كيف يمكن للأشعة النووية أن تؤثر في الإنسان في الوقت الراهن؟ دراسة جديدة صادمة كشفت أن المياه الجوفية التي شرب منها مليارات البشر قد تكون ملوثة بسبب تجارب الأسلحة النووية التي أجريت منذ عقود. إذ بحث العلماء في أكثر من 6000 بئر في العالم، بعضها يحوي المياه منذ أكثر من 10000 سنة، حيث وجدوا أن أكثر من نصفها يحتوي على آثار لمركب التريتيوم، ويرتبط عنصر التريتيوم بزيادة خطر الإصابة بالسرطان لأنه يهاجم أنسجة أعضاء الجسم بشكل مباشر، ويعتبر نظيرا للهيدروجين ويستخدم في استخراج الطاقة النووية. وانتشرت المواد المشعة في جميع أنحاء العالم بسبب التجارب النووية التي أجريت في الخمسينيات، وعلى الرغم من أن معظم المياه الجوفية موجودة في الأبار العميقة منذ آلاف السنين، إلا أن وجود التريتيوم يظهر أن بعضها معرض للتلوث الحديث. وتعد المياه الجوفية أكبر احتياطي للمياه العذبة على وجه الأرض، ويذكر أن بعض المياه الجوفية الموجودة حاليا تتأثر بسهولة التلوث والتغيرات المناخية، لكن كميات كبيرة منها مخزنة تحت سطح الأرض منذ آلاف السنين ومحمية إلى حد كبير من تقلب المناخ والتلوث الناجم عن النشاط البشري. وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف مهم جدا، لأن التريتيوم انتشر في جميع أنحاء العالم عن طريق التجارب النووية التي أجريت في الخمسينيات، كما قد تحوي الآبار على ملوثات أخرى حديثة. بقايا الأدوية البيطرية في جسم الحيوانات بعد الذبح يؤثر بشكل مباشر على جودة اللحوم المستهلكة وبالتالي على صحة المستهلك. تفاصيل أكثر حول فترات السحب والأمان للأدوية البيطرية مع الزميلة عبير عبد الله. فترة السحب أو التحريم هي الفترة الزمنية من بعد إعطاء العلاج للحيوان وحتى خروج الدواء من جسمه أو وصول الدواء إلى النسبة المسموح بها، وهي فترة تضمن وصول تركيز الدواء إلى الحد الآمن الذي لا يؤثر على صحة الإنسان، وتختلف الفترة من دواء إلى آخر، ويجب على المربي عدم ذبح أو بيع أو استخدام الحليب قبل مرور هذه الفترة، وتختلف فترات السحب من دواء إلى آخر، حيث أن كل دواء بيطري له فترة سحب خاصة به تكتب على العبوة بالأيام أو الساعات للحم والحليب بالنسبة لأدوية الحيوانات، أما اللحم والبيض بالنسبة لأدوية الدواجن، وتتباين آثار بقايا الأدوية البيطرية في المنتجات الحيوانية على صحة الإنسان، فإن منها ما له تأثير مسرطن، وإن منها ما له تأثير على الكبد والكلى والقلب والرئتين، وقد يكون تركيز هذه الأدوية عالياً في منتجات الحيوان، وعند استهلاك الإنسان لتلك المنتجات
قد يعاني من مشاكل صحية على المدى القريب أو البعيد، فكيف تؤثر هذه الأدوية على صحة الإنسان؟ أولاً، بقايا المضادات الحيوية تتسبب في عسر الهضم والسرطان والحساسية. ثانياً، بقايا المبيدات الحشرية تتسبب في الإجهاض والعقم ونقص المناعة. ثالثاً، بقايا مضادات الالتهاب تتسبب في تشوهات الأجنة. للمزيد دائما مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا المباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. هذا نصل ختامة التحية لكم مني من فريق العمل ومعدة هذه الحلقة جمانة بيشان. إلى اللقاء.